بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. إن شئت بعد ضلالتي تهتدي فصلي على البشير محمد، صلوات ربي وتسليماته عليك سيدي يا رسول الله. أيها السادة، وبعد قليل نعيش مع القرآن الكريم أوسط شفاء وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه وترداده يزداد فيه تجملا. ويقول المصطفى صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أيها الأخوة المؤمنون، نجلس سويا على موائد القرآن. حفص وورش وحمزة روايات في القرآن. نحييكم بتحية الإسلام، فسلام الله عليكم ورحماته حواليكم وبركاته بنا لديكم. آيات الله البينات يتلو علينا وعليكم زاركم العالم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور حامد سفور القطعاني. نسأل الله له التوفيق ولا حضراتكم حسن الاستماع، إنه ولي ذلك والقادر عليه فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. السماوات والأرض وإليه يرجع.
ما ربك بغافل عما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. وكلا نقص عليك من وجاءك في هذه الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. وقل للذين لا
وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. Thank you.
صلاته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم Thank you.
اقطع بعض السيارة إن كنتم فاعلين. أرسله معنا غدا يا ركع يا لغد يا أبانا ما لك لا for us.
صدق الله العظيم. إذا لخاسرون.
صدق الله العظيم.